Hi everybody. Today we have a lecture about past continuous tense. مرحبا طلابنا. اليوم عندنا محاضرة حول موضوع زمن الماضي المستمر. طلاب الصف الأول المتوسط. Unit 1, Lesson 3, AB 5 and 6. الوحدة الأولى. الدرس الثالث صفحة 5 و 6 في كتاب النشاط. At first we must notice the meaning of past continuous tense. في البداية خلي نعرف ما معنى هذا الزمن. Past continuous tense talking about something occurred and continues for a period of time in the past. يعني زمن المضارع المستمر يتحدث عن شيء ما حدث واستمر لفترة من معينة من الزمن في الزمن الماضي. So here we have a diagram explaining the meaning of this tense. عندنا هنا مخطط يوضح لنا معنى هذا الزمن. مثل ما تلاحظون عندنا past ماضي وهنا ايضا past ماضي وهنا now حاضر. فالحدث استمر من الماضي إلى الماضي، يعني استمر لفترة معينة من الزمن الماضي. إذن هو بدأ وانتهى في فترة زمنية معينة في الماضي. عندنا هنا ملاحظة يقول يتكون هذا الزمن من subject الفاعل و was and were زائد verb ing. يعني القاعدة الرئيسية لهذا الزمن هي تكون من فاعل والأفعال المساعدة اللي هي ال was وال were والفعل يكون به ing زائدا طبعا التكملة. مثل ما تعرفون كل زمن درسه يحتوي على 3 states، ثلاث حالات، اللي هي affirmative الإثبات و question الاستفهام و negative النفي. راح ندرس حالة حالة مع مثال. بالنسبة لحالة الإثبات affirmative we have example she was working. She was working، هي كانت تعمل. شو وقت كانت تعمل؟ في الزمن الماضي لفترة معينة من الزمن الماضي. لو نلاحظ الجملة تتكون من she اللي هو هنا subject الفاعل و was اللي هو auxiliary verb الفعل المساعد وال working اللي هو main verb ويحتوي على ing. هذا فيما يخص حالة الإثبات. خلي نجي لحالة الاستفهام the question، ناخذ عليها مثال ونحاول نحول من الحالة المثبتة إلى الاستفهامية. خلينا نشوف المثال. You were studying. عندنا هنا الفعل المساعد اللي هو were. مثل ما تلاحظون بلون مغاير احنا نخليه. لو تجي هذه الجملة كمنطوق في السؤال ويطلب من عندنا question، حول هذه الجملة المثبتة إلى question سؤال. شنو اللي راح نسوي؟ احنا عندنا فعل مساعد اللي هو were، راح نجيب هذا الفعل المساعد نضعه at the beginning of the sentence في بداية الجملة، وبعد يجي الفاعل وبعدها تجي التكملة. خلينا نشوف شلون يصير الحل. راح يكون where you studying وتأتي علامة الاستفهام، صارت الجملة من مثبتة إلى استفهامية. Where you studying؟ ها هي طريقة الحل. فقط قدمنا الفعل المساعد على الفاعل وكملنا الجملة وكتبنا علامة الاستفهام في النهاية. لو نجي إلى الحالة الثالثة اللي هي حالة النفي negative. أيضا عندنا مثال. Huda was watching TV. يريد من عندنا شنو نسوي؟ negative. أيضا أباع عندنا الفعل المساعد اللي هو was، بما أن الفاعل مفرد فهنا الفعل المساعد هو was. لما شفت عندي فعل مساعد راح أخلي النفي
على الفعل المساعد حتى تتحول الجملة من مثبتة إلى منفية. يعني راح أدخل على was not اللي هي دلالة النفي. فهنا الجملة راح تنزل كما هي. هدى was وبعد الwas راح تجي not watching TV. هدى was not watching TV. تحولت الجملة من مثبتة إلى استفهام، العفو، من مثبتة إلى منفية. هذا فيما يتعلق شرح زمن الماضي المستمر، طبعا شرحه بصورة بسيطة لأن هو بالكتاب، ما متعمق به وما داخل بتفاصيل أكثر فيما يخص مرحلة الأول المتوسط، لذلك شرحناه بصورة مختصرة وبسيطة. إن شاء الله تستفادون من الشرح، وشكرا جزيلا.